في 2016 عكفت الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي احنا النهاردة بنجني ثماره. ده مش بشهادتي لكن ده بشهادة كبرى المؤسسات الدولية. البنك الدولي أصدر تقرير بيؤكد فيه نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا، وتوقع أن الاقتصاد هيحقق معدلات نمو. المعدلات النمو دي هتكون مرتفعة في السنة المالية الحالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة يمن الحماي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. خير، أهلا بيكم. يعني يا دكتورة في البداية كده، يمكن أن النهاردة حالة الرخاء وتحقيق معدلات النمو اللي احنا عايشين فيها وبنجني ثمارها هي نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي عكفت عليه الدولة في 2016. أهمية إشادة المؤسسات الاقتصادية والبنك الدولي بالاقتصاد المصري دي؟ هو الحقيقة التقرير للبنك الدولي بيشير إلى أن الاقتصاد المصري طبعا كان من الدعمات الأساسية اللي ساعدته أنه يواجه جائحة كورونا هي الإصلاح الاقتصادي الناجح اللي تم 2016، وترتب عليه استقرار سعر الصرف. وكان الإصلاح الاقتصادي بيستهدف الإصلاح المالي والنقدي في البداية، فحقق هذه الأهداف بكفاءة. ومن هنا بدأت الحكومة تتكلم على أنه المرحلة القادمة هي التحول إلى الإصلاح الهيكلي. والإصلاح الهيكلي إن أنا ابتدي بقى أفعل دور القطاعات الأساسية في الاقتصاد زي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المعلومات، وابتدي أدخلهم في إن هم يولدوا فرص عمل يزودوا معدل نمو الناتج. إحنا لما جينا في المرحلة دي كان قبل جائحة كورونا، لأن في بعض الناس بتنظر يا دكتورة لفكرة الإصلاح الهيكلي اللي أنا هسرح عمالة. فحضرتك هنا وضحت اللي أنا بعزز من دور المؤسسات المنتجة. بالظبط، وبزود حجم الناتج، وبالتالي لما يحصل تنويع في هيكل الاقتصاد، يعني على سبيل المثال عندك قطاع الصناعة بينمو بمعدل 4%، مع أن قطاع الصناعة في مصر عنده إمكانيات أنه ينمو بأضعاف أضعاف هذا المعدل. وبالتالي القضية بتاعت أن أنا أدعم قضية التصدير والهدف بتاع 100 مليار دولار صادرات، وكذلك ان انا ابتدي اعمل مكون محلي لقطاع الصناعه، دي لو اتعملت بشكل صح معدل نمو قطاع الصناعه يقفز قفزات كبيره. والاكثر اهميه من كده انه هيولد بقى فرص عمل في كل القطاعات. يعني انا لما ابص لهيكل القوى العامله في مصر هلاقي انه عايز تعديل كبير جدا، لانه في نسب يقرا ويكتب بالكاد، وفي نسب اميه، وفي التعليم الفني لسه ما لم يؤتي بثماره. فانا محتاج ادخل اعضد من فكره التدريب للتشغيل، بالذات في فكره في مع الناس اللي تسربت من التعليم نتيجه لسوء التعليم وعدم كفاءته، والتعليم الفني اللي خرج لي اعداد ما عندهاش المهارات الكافية. دول كلهم أعداد كبيرة جدا لازم أستهدفهم في المرحلة القادمة عشان أعطت فرص التنمية في القطاع الصناعي. فده جهد كبير جدا لازم يتعمل ويبقى من أولويات التوجه بتاعنا في هذه المرحلة. طيب لما نيجي نكمل اتفضلي لو دكتوره يمنى، احنا حابين نفهم من حضرتك اكتر يعني ايه ان البنك الدولي يتوقع ان مصر هتحقق معدلات نمو كبيره مستقبلا. يعني حابه حضرتك تبسط لنا المعلومه اكتر. احنا النهارده على اساس ايه بيقرر البنك الدولي انه يقدر يقول او يقدر يعرف انه مستقبلا مصر هتحقق معدلات نمو كبيره؟ على اساس انه عندك مشروعات بنيه اساسيه كبيره اتعملت، وهذه المشروعات بتمهد لك نمو في قطاعات كثيرة جدا. يعني قطاع السياحة بعد جائحة كورونا، احنا لسه ما زلنا في جائحة كورونا، وبالتالي عندك لو ان شاء بإذن الله متوقع جائحة كورونا تخلص هذا العام حسب التقديرات، فبعديها هيحصل انطلاق كبير لقطاع السياحة، لأنك عندك عملتي ركائز أساسية لقطاع السياحة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، وكلنا عارفين الكلام ده كويس قوي. غير متحف الحضارة اللي هيفتح، غير ما حدث في أسوان ومنطقة البحر الأحمر. هو اللي هيفتح المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة اللي هو الخاص بالمومياوات، ده تم فتحه خلاص. ده لسه كمان لم يستثمر متحف الحضارة، فالمتحف الكبير ده احتفال آخر. يعني استثمار كل هذه الامكانيات دي قضيه هيكون لها تاثيرها مهم جدا على قطاع السياحه، فده مش متوقع في هذا العام انه ينمو. لكن مثلا قطاع الاتصالات، انما
بنسبة 16%. ده معدل نمو كبير جدا. في إطار إيه؟ في إطار إن عملت عملية ميكنة الحكومة وبتبتدي تعمل عملية هذا التحول الرقمي له زخم كبير جدا وبيفتح فرص كبيرة للاستثمارات. فده في الإطار ده برضو بيبتدي تتخلق فرص عمل. القطاع المرتبط بالغاز، قطاع الغاز كان له تأثيرات إيجابية على النمو. لما تبتدي تفعل قضية التصدير وقضية زيادة المكون المحلي زي ما لسه كنت بكلمكم، قطاع الصناعة ما ينفعش إنه ينمو بمعدل 4%، ده هذا الرقم لازم يقفز قفزات كبيرة. ومن هنا جت فكرة توطين الصناعة. بالضبط، توطين الصناعة. ومن هنا بقى جت فكرة إن أنا عندي مجالات واعدة جدا في الاقتصاد المصري لمعدل نمو المعدل المتوقع. طيب من دكتوره زي ايه دكتوره يوم؟ يعني انا بعتذر يا احمد، يعني انا بتكلم زي ايه؟ احنا بنتكلم على دكتوره هاله السعيد اتكلمت قبل كده ان هذه الصناعات اللي نموها سريع، فاحنا بنتكلم على زي ايه؟ القطاعات اللي نموها سريع وممكن تعمل طفره كبيره جدا في المرحله القادمه هي في قطاعات كثيفه استخدام للعمل ودي لازم نحركها بسرعه زي الملابس الجافه، وفي الصناعات الغذائيه وفي صناعات تكنولوجيا المعلومات. يعني مثلا الصناعات الدوائيه، احنا واحنا بنتكلم على الصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه، هل تتخيلوا ان الصين رغم ان فيها جائحه ورغم كل اللي بتعمله كان الصادرات بتاعتها قبل الجائحه 2.5 تريليون دولار، السنه دي عامله صادرات 2021 3.5، فاقت ال 3.5 تريليون دولار. نعم. يعني نجحت تماما انها تستغل الجائحه. تخيل انا عندي هنا في مصر فرص هائله لصناعات مستلزمات طبيه وصناعات دوائيه ممكن احركها، ومصر عملت. يعني دكتوره يمنى، احنا علشان نتكلم في كل يعني هذه القطاعات وكل هذه المجالات وما يحدث بالفعل في او على ارض مصر، يعني احنا محتاجين نطلب بقى من حضرتك طلب على الهواء ان حضرتك تكوني معانا ضيفه في برنامج صباح الخير يا مصر عشان نفند ونسرد كل اللي بيحصل وايه المتوقع مستقبلا. الدكتوره يمنى الحماية استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس، بنشكر حضرتك على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر ومنتظرين وجودك معانا في الاستوديو.